اكيد وبنمي طبعا ثقته بوطنه وبزيد بتمسكه بوطنه اكيد يعني، وبيخليهم زي ما حكيت لك زلامه. والله هذا مشروع ممتاز يعني على القليلة، يعني خدمة العلم بتخلص من الهمل اللي في البلد. يعني الشاب اللي تارك شغله هذا، الجيش مصنع الرجال ومفيد جدا. اللي ما بقوم على شغله ولا بقوم على دينه ولا على صلاته بصير غصبا عنه يقوم الساعة 4 والساعة 5 بأوامر، بتعلم النشاط وبتصنع منه رجل، إشي ممتاز جدا. يعني راح يحقق طموح الشباب بإذن الله، ممتاز جدا. وأنا يعني واحد من الناس بقول يا لابني يا ريت يجي بسرعة عشان أخلص منك. يعني بدي إياك تصير رجل ممتاز. إنه هو اللي قائمين عليه، قائمين على برنامج معين وسيستم معين إنهم ينجحوه. بس شباب الوطن صراحة يعني ما راح ينجح. لا مش راح ينجح. من شباب الوطن مش من الشباب اللي قائمين على خدمة الوطن. والله أنا مش متفائل، مش راح أحقق شيء لأنه كله حبر في ورق، حكي فاضي يعني. لأن المواطن الأردني تعبان وغلبان على وضعه، ولو شكينا ولو حكينا على الفاضي ممكن تفيدهم. أول إشي يعني حيخف الضغط، حيلاقوا شباب مجال إنهم يتجهوا إليه، تخفف من البطالة، رح يساعدونا بعض يعني لقدام في البلد وفي حماية الوطن إن شاء الله. إشي مش غلط يعني.